يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الأعزاء، المحاضرة الرابعة من أسلوب التقديم والتأخير. بهاي المحاضرة يا شباب راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ حالة الجواز. هسه احنا بتقديم أسلوب التقديم والتأخير من بدينا قسمناه قسمين، قلنا قسم يتكلم عن تقديم المفعول به على فعله المتعدي، وقسم يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن تقديم الخبر عن المبتدأ. حلو، بين بدينا تقديم المفعول به على فعله المتعدي. زين، قلنا كم حالة أساسية؟ انتبهوا للسؤال، كم حالة أساسية؟ عندي حالتين، وجوب وجواز، حالات أساسية لني، وجوب وجواز. دخلنا بمن؟ دخلنا بالوجوب. كم حالة بالوجوب؟ شوف، كم حالة بالوجوب، مو حالة أساسية، لا، كم حالة بالوجوب؟ عندي أربع حالات. هسه الجواز شلون؟ كم حالة بيها؟ الجواز ولا حالة. الجواز شنو؟ ولا حالة. زين، شلون عرفنا ولا حالة؟ ها، شو نسوي احنا؟ انطان بامتحان وزارة آية قرآنية، بيت شعري. زين، قال لي عين المقدم، بين نوع حكم الغرض السبب وهاي الامور. زين، شو راح اسوي يا شباب؟ اول شيء يا شباب راح اطبق الحالات الاربعة. يا حالات الاربعة غير، انا ابدي بالسر يا شباب، انا من جاي موضوع التقديم والتأخير، او هسه مثلا جاي موضوع الاستثناء، موضوع الاستفهام، شلون راح افكر بالامتحان الوزاري؟ افكر محاضرة، تسلسل المحاضرات افكر بيه بالامتحان الوزاري، عندي وقت والحمد لله، واظل افكر على راحتي. فهسه بالتقديم والتأخير اقول انا اول اربع محاضرات بديت بتقديم مفعول به على فعل متعدي، خلنا ندور بالآية القرآنية بالبيت الشعري، خلنا ندور شنو؟ ادور بالحالات الاربعة، مال الإما، مال اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، لها صلة بكلام، لهاي الامور. زين، دورت اربعة لاني ما لقيت. زين، ما انتقل لحالة الجواز، انتقل يا هي حالة الجواز. يعني شكل بالامتحان الوزاري اكتب لي المقدم كذا، الحكم شنو الحكم؟ الحكم جوازا، كان الحكم شنو؟ وجوبا. راح يجيني سؤال يقول انا ايش مدري اذا هي الحالة مو رئيسية، الحالة ما لها قاعدة اساسية، بحالة الجواز ماكو قاعدة اساسية زين او رئيسية، زين شلون اعرف انها تقديم مفعول به على فعله والحكم ما تجوازا؟ ها، شو اسوي يا شباب؟ اروح اباوع على افعال. يا وين اباوع؟ اباوع على افعال، يعني طالع آية قرآنية، ما اباوع على الاسماء شو العلاقة بيها؟ وين اباوع؟ اباوع على الافعال، اشوف فعل يا هو فعل متعدي، لقفت لي فعل متعدي. ها، انتبهوا، هاي الطريقه ترى. زين، شو اسوي؟ اول شيء اباوع على الافعال. زين، ادور لي على فعل متعدي، دورت على الفعل المتعدي، شو اسوي؟ اشوف الفعل المتعدي شو يحتاج مفعول به. وانا باوع شباب، مباوعه المفعول الفعل المتعدي، انتبهوا لي، مباوعه على الفعل المتعدي، اخذ لي نظره وين اللي ورا، وانا اخذ لي نظره اللي ورا اللي قبل الفعل المتعدي، اباوع. اكو اسم منصوب، اكو اسم منصوب ويصح الجواب عنه بماذا؟ هذا الحكي هو مشفر، ادري انا مشفر وانتم ما قاعد تفهمونه، بس لازم تكتبونه اول شيء بالدفتر. يلا انتقل للامثله اوضح لكم شنو السالفه. فاستنى شو اسوي؟ اباوع على الفعل المتعدي، اباوع على من؟ على الفعل المتعدي، بعدين انظر خلفه، اباوع اكو خلفه كلمه، شو انتبهوا لي؟ اكو خلفه كلمه، هاي الكلمة أقدر أقول ماذا زائدا الفعل، يا فعل الفعل متعدي، ماذا زائدا الفعل راح يكون جواب سؤال ماذا زائدا الفعل، يا هي وين جوابه؟ جواب الاسم اللي صاير قبل الفعل المتعدي. ها، هسه صارت هوسة أدري بيها، بس هي تم أول شيء كتبوها بالشرح راح توضح لكم إن شاء الله. خلنا نبدأ بالآيات القرآنية. طبعا ها، جمعت لكم الامثله الوزاريه حول من؟ جمعت لكم امثله وزاريه حول حاله الجواز، يعني حاله الجواز جمعت لكم امثله وزاريه كلها حولها، حتى شنو نطبق عليهم؟ نحفظهم. اذا اكو مرات اقول لك هسه مثلا هاي الايه القرانيه احفظها، هاي الايه القرانيه احفظ، انا اشرح لك اياها، بس انت لين راح تكرر عليك هواي راح تحفظها تلقائيا، يعني بدون ما تتعب روحك بالحفظ هي تنحفظ عندك تلقائيا. زين، بسم الله. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. انتبهوا لي شباب، شو سوى اول شيء؟ اطبق الحالات الاربعه. خلنا نطبق الحالات الاربعه. اكو اسم استفهام كم اي ما، اكو جماعه ايا، الحاله الثانيه باي باي، الحاله الثالثه اما، ها اكو اما ماكو اما، الحاله الرابعه شنو؟ اسم زائد فاء زائد فعل، اكو فاء وياها فعل، اكو ماكو فعل، واضح؟ هاي مو تقول لي هاي فريقا، هاي الفريق هو من اسمه فريق، مو تقول لي هاي فاء ولازقة ويا الريق، ماكو تحكي، واضح؟ وبعدين هاي الريق هم اسم اذا صدق. المهم هاي اكو امور، يعني هاي طلاب وايد يسالني بهاي السوالف، يعني شويه يصير عندهم تشابه بالامور. زين، شو نسوي؟ الحالات الاربعه راحت باي باي. زين، وين نروح؟ نروح لحاله الجواز.
الجواز شنو هو الجواز؟ تقول انه اباوع الافعال، هسه هذا فعل؟ لا هذا فعل، اول فعل لقفته زين. بعد ادور هذا فعل؟ لا هذا حقه، نعم حقه فعل. حقه فعل، انا اعرف الحق، الحق اسم صح، الحق اسم، حقهم اسم زين. الفعل شنو هو؟ الحق فعل، يا هو حقه الفعل، فعل ماضي مال حقه يحقه، ها دنيا الفعل ماضي حقه، الفعل المضارع شنو؟ يحقه. فهسه حقه شبيه فعل، فعل زين. عليهم شبه جمله، الضلاله اسم ما عليبي، واضح. هسه هاي حدنا لقفت لي انا شنو، لقفت لي فعلين، خل طبق وحده وحده شباب. شو نسوي؟ انتبهوا على القاعده، اباوع الفعل. هشوف هذا فعل متعدي او لازم؟ نعم فعل متعدي، ليش؟ هداها، اذا فعل متعدي عافيه. اباوع الفعل او اباوع الاسم اللي قبله، وين الاسم اللي قبله؟ عافيه فريقا. شوف هذا الاسم اللي قبله شباب، اللي طبعا الاسم اللي قبله مو مباشره قبله، لا ما حتى يبعد عنه بعض الكلمات، اوضح لكم اياها بالابيات الشعريه ان شاء الله زين. هسه يا شباب فريقا، هاي فريقا يصير اقول ماذا هدا؟ شوف ماذا زاد فعل الجملة أو فعل الآية، ماذا هدا الله عز وجل؟ ماذا هدا؟ جواب هدا فريقا، ها هدا فريقا، فريقا جواب السؤال أو مو جواب السؤالي؟ نعم جواب السؤالي. إذا فريقا راح تكون هي المقدم. شوف هذا السؤال راح طبق حرفيا مالتنا شنو المقدم، وينه المقدم؟ فريقا. حكمه هناك كان وجوب، هنا راح يكون يكون جواز. الغلط شباب اذا اجتكم انتبهوا لي، اذا كان الحكم جوازا فالغلط شنو؟ تقول له الغلط التوكيد. شنو الغلط؟ التوكيد، ها الغلط بحاله الجواز شنو؟ التوكيد. بينما بحاله الوجوب لا، تختلف من حاله لحاله. اما بحاله الوجوب او عفوا بحاله الجواز، كل الايات القرانيه، كل الابيات الشعريه الغلط مات واحد. شنو الغلط مات؟ الغلط مات التوكيد، واضح. إذن هسه فريقا المقدم، نوعه تقديم مفعول به على فعله المتعدي، حكمه جوازا، الغرض التوكيد. السبب شباب، السبب شنو السبب؟ شو تقول له؟ السبب لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم، لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم، واضح. هسه لو هنا مثلا نكتب هاي الآية القرآنية، شوف نكتب المقدم، راح حل هاي الآية القرآنية والبقية نفسها. المقدم وين؟ فريقا زين. نوعه شنو؟ تقديم مفعول به على فعله المتعدي زين. حكمه كان هناك عندي وجوبه، هنا شو راح يصير؟ راح يصير عندي جوازا عفيه زين. بعد شو عندي؟ عندي الغلط، الغلط والسبب ثابتات، الغلط والسبب شبيهين ذني ثابتات. الغلط شنو؟ التوكيد زين. السبب شنو السبب؟ السبب لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم. طبعا خط خراميش بزون ادري بيه. المهم كمل وياي. هسه فريقا شبيه المقدم، المقدم شبيه مقدم جوازين. هسه ليش شلون عرفناها؟ عن طريق شو تقول؟ اباوع الفعل، الفعل يا هو هذا فعل هدا، اشوفه متعدي لو لازم متعدي، اباوع اللي قبله يا هو كلمه من اللي قبله، مو مباشره قبله، لا كلمه قبله. طبعا ها اذا اجتكم ايه قرانيه انتم حمدوا ربكم، ليش اذا اجتكم ايه قرانيه؟ للآية القرآنية راح يعطيك بها العلامات، علامات النصب، علامات الرفع، أو يعني هاي أسب مفعول به، راح يعطيك شنو يعطيك؟ يعطيك علامات النصب، صح؟ راح يعطيك علامة النصب. هسا فريقا منصوبة أو منصوبة؟ نعم منصوبة، ما تشوف منصوبة، ويصير يصح الجواب بماذا؟ شوف كيف اجتمعت هاي العوامل؟ أكيد هو المفعول به، هاي واضحة، بس بالأبيات الشعرية راح يصير شوية عندكم شوية، ها مو وايد، شوية راح يصير عندكم دوخة. زين ومرات احيانا ما خاف اروحكم خاف ان بضوجون، ومرات بالابيات الشعريه هم ينطوكم العلامات، العلامات العربيه مثلا ينطيك الكلمه وياها منصوب تنوين الفتح زين. وفريقا حق عليهم الضلاله، فريقا الثانيه هماتين راح تكون شنو هي المقدم، ليش؟ شوف حقها، شوف حقها مره اسم ومره يكون حقها فعل، يعني انت تقول هو حقها، مره تجيني اسم ومره تجيني فعل زين. في الطلاب هسه لو مثلا في الطالب يسالني يقول لي يا ابي انا راح اسالك سؤال، هذا هاي الايه القرانيه، طبعا لاني اربع ايات قرانيه جمعتها بنقطه واحده زين، هاي الايتين قرانيتين، هذني اربع ايات قرانيه، سالني بها سؤال، قال لي معين المقدم حكم الغلط السبب،
شو اسوي انا؟ تدرون اذا اجاوبني ما اجاوب هاي الطريقه، شلون اجاوبه؟ مباشره اقول له فريقا غير 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 غير. شلون عرفت؟ شباب انتم هسه بالبدايه ما راح تعرفون، زين من كثر ما راح تقرونهن هسه ذني الايات القرانيه، من كثر ما راح تقرونهن، من كثر ما راح تراجعوني واي راح تظل هنا ببالكم. يعني هسه بالبدايه راح اقول لك مثلا كلا هي تقريبا مفعول به. شنو كلا؟ اول ما احتمال يسمعون بها كلا. انا بوقتها هم انسكم اول مره اسمع بها، بعدين هسه مرات اشوفهم بالجروبات كذا بس يسالون هذا السؤال، يقول لي كلا هدينا بدون ما افكر بهاي الامور. قبل اقول المقدم كلا نوعا تقديم مفعول به. شوف ليش تترسخ بالبال من كثر ما تدرس، من كثر ما تراجع هاي الامور. زين بس انا لازم اشرح لكم شنو السالفه. هسه انا مثلا راح اشرح لكم هاي النقطه، انت طالب يقدر يقول لي انا هاي النقطه راح احفظها من اشوف كلا مباشره هي تقديم مفعول به على فعل متقدم جوازا. زين فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، هسه عندي هماتين فريقا هاي الاولى. زين احنا هاي مو طريقتنا، طريقه شو تقول؟ تقول روح لي على الفعل، هذا الفعل تقتلون وعندي تأسرون، فريقا هاي ما علي بها، فريقا هاي ما علي بها. تقتلون وتأسرون، تقتلون فعل متعدي او متعدي؟ نعم متعدي. تقتلونها ها هذا فعل متعدي. زين ابغى اعلي قبلها، هذا عندي فريقا. زين فريقا يا شباب اقدر اقول ماذا تقتلون؟ جواب نقتل فريقا، ها نقتل فريقا. فريقا راح تكون جواب لمن؟ جواب السؤالي. جواب لمن؟ جواب السؤالي. اذا ما دام كانت الجواب السؤالي اذا فريقا هو المفعول به. زين هسه راح يجيني طالب يقول مفعول به مقدم وجوبا جوازا، شو اسوي؟ اطبق الحالات الاربعه. يا حالات الاربعه لاكو اسماء استفهام، لاكو ايا، لاكو اما، لاكو اسم وياها براها الفاء والفعل، ماكو. اذا بالتاكيد هي جوازا، ها بعد ما بيها مجال اقول له المقدم فريقا نوعه تقديم مفعول به على فعل متعدي، حكمه جوازا، غرض التوكيد السبب لانه شو تبوني؟ لانه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم. تدرون شو تفسير هاي السوالف؟ هاي الجمله، لانه لا يوجد في الجمله او في الكلام ما يوجب التقديم. تعرفون شنو يعني؟ يعني قاعد تقولون للوزاري، قاعد تقولون له ترى ماكو حالات اربعه. احنا مو حدنا حالات اربعه، نطبق الاربعه تبغى ننتقل لحالات الجواز. انت مش قاعد تقول للوزاره تقولوا له ترى ماكو حالات اربعه، بس تاخذ ما تقدر بالامتحان وزاره ماكو حالات اربعه، ها ما يصير، ما عندنا سالفه باللغه العربيه. شو تقول له؟ تقول له لانه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم. هاي الجمل يعني هاي السوالف ثابتات، الاجوبه لان ثابتات، بس المقدم يختلف، بس المقدم يختلف. زين هسه طيب اسالني، يقول لي فريقا الثاني هم تقديم مفعول به على فعل متعدي؟ شو تقولون؟ لا خطأ. ليش؟ هذا الفعل زين وين المفعول به؟ مفعول به هذا، شوف وين صاير المفعول به؟ صاير برا. انا ايش قاعد اقول لكم؟ اقول لكم تقديم مفعول به. احنا الجمله الاصليه، الجمله العاديه فعل فاعل، هذا تأسرون الواو واو الجماعه، وفريقين مفعول به. شوف فعل وفاعل ومفعول به، هاي جمله ماخذين من الابتدائيه، فعل وفاعل ومفعول به. زين إذا تقدم المفعول به صار قبل الفعل، هو هذا موضوعنا، تقديم مفعول به على فعل المتعدي. ها هسه مثل هاي أصل الجملة شنو؟ تقتلون فريقا، تقتلون هنا وفريقا هنا، بس فريقا قدمها صارت هنا، هي خلاص السالفة ترى. يعني طالب القوي هاي الأمور، هاي ترى مال فعل متعدي وعلى البراهة وما أعرف شنو، كلها هاي منها. طالب هو قوي يقول هي أصل الجملة تقتلون فريقا، خلاص هو فريقا تقديم مفعول به على فعل متعدي. زين النقطة الثالثة، أغير الله تدعون؟ أغير الله تدعون، هسه نجي وين الفعل؟ غير؟ لا غير اسم، اسم أخذناه بالنفي، قلنا إيش بيه؟ قلنا اسم. زين لفظ الجلالة أفضل الأسماء. زين تدعون، تدعون بعد فعل. زين تدعونها، تدعونه فعل متعدي، ما دام فعل متعدي وين أباوع؟ أباوع على اللي بعده. زين شباب انتبهوا هسه هنا وين باوع؟ نباوع على لفظ الجلالة. شوف شو نقول؟ نقول تدعون الله، تدعون الله، ماذا ندعي؟ ندعو الله، صح؟ إذا لفظ الجلالة شو راح يكون؟ راح يكون مفعول به، يعني قلنا لكم منصوب على التعظيم ما يصير نقول مفعول به، المهم راح يكون مفعول به. زين شباب انتبهوا لي، أنا شو معلمكم سالفة النفي؟ قلت لكم لما تشوفون غير، غير، هاي غير يا شباب راح تبوك حركة المضاف إليه، تتذكرون قلت لكم أنا القاعدة، قلت لكم شنو انتبهوا لي؟ قلت لكم وين ما تشوفون غير براها شنو؟ براها مضاف اليه.
سواء شباب سواء كانت هاي غير استثنائية أو نافية. إحنا غير أخذناها بالنفي وأخذناها بالاستثناء. زين، دائما ببالي غير مضاف إليه بدون ما أفكر استثنائية نافية ما علي بيها. المهم هي براها شنو؟ براها مضاف إليه. زين، أنا وين أروح يا شباب؟ أروح على المضاف إليه. أروح وين أروح؟ على المضاف إليه. وين شغلي؟ بالمضاف إليه. شوف، تدعون الله، تدعون الله، ماذا ندعي؟ ندعو الله. لفظ الجلالة راح يكون منصوب على التعظيم، مفعول به يعني. زين، ما دام مفعول به، هاي غير شبيهة، راح تبوق الحركة مع المضاف إليه. ها، راح تبوك شنو؟ الحركة مع المضاف إليه. يعني شنو؟ يعني راح أكتب له بالمقدم يا هو، المقدم غير. يعني بدل ما اكتب له المقدم الله لفظ الجلاله، شكتب له المقدم غير. بس يا يعني بس اكتب له المقدم غير. ها، المقدم غير، نوعا تقديم مفعول به على فعل متعدي، حكمه جوازه سوالف نفسه. زين، افا غير دين الله يبغون. هسه نجي غير ما عليه به، دين ما عليه به اسم. زين، يبغون فعل، يلا طبقوا وياي. يبغونها، نعم فعل متعدي، حلو. ما دام طبعا ها هو لما يعطوكم فعل بالجمله، هو 99% فعل متعدي. يعني اليوم ما طبقت فعل متعدي، هو اكيد فعل متعدي. يعني انا الا شيء شاذ يعني اجيب لك فعل لازم، لان هو سوالفنا عن تقديم مفعول به على فعله المتعدي. واضح؟ زين، هسه نجي يبغونها فعل متعدي، ابا وعلي قبله، هاي دين. ها، شو نقول؟ يبغون دينا. ماذا يبغون؟ ماذا يريدون؟ يريدون دينا، يبغون دينا. هسه هنا جملة واضحة ولا مو واضحة؟ نعم واضحة، ما دام واضحة ويعني هاي دين، كانت جواب السؤال بماذا يبغون. ها، ماذا يبغون؟ يبغون دينا. اذا ايش راح يكون؟ راح يكون دين هو المفعول به، انتبهوا لي. بس شكو هنا قبلها؟ اكو قبلها غير. هسه ما عرفتم بالفاء ولا بالهمزه، ها ما عليكم به الذني، انا احكي على غير. غير قبل دين. غير شو راح اسوي؟ راح تجي للدين وتبوقي، راح تبوق الدين. شو راح اسوي؟ راح تجي للمضاف اليه وتبوقي. ها، تجي للمضاف اليه تسوي وتبوقي. هسه ايش راح يصير؟ راح يصير غير هي المقدم، الغير يا هي المقدم، نوعا تقديم مفعول به على فعل متعدي. يعني شو فائدة المضاف إليه؟ فائدة المضاف إليه بس أسأل يعني بس يكون جواب السؤالي بماذا يبغون. شوف، ماذا تدعون؟ الله عز وجل. ماذا يبغون؟ دينا. زين، هسه مثل هاي هسه، أفا غير الله تأمروني. شباب انتبهوا لي، بس انتبهوا لي. هسه طالب وين راح يروح؟ راح يروح باله على تأمروني. شو يقول لي؟ يقول لي هو هذا الفعل. زين، وأعبد هم هذا الفعل. زين، ما أدري أطبق على هذا الفعل وأطبق على هذا الفعل. يا طالب ذكي راح يجاوبني. زين، شو راح أقول لكم أنا؟ أقول لكم تأمروني شباب، تأمر هذا الفعل، واو جماعة. زين، أو واو يعني هاي ثبوت النون يسمونها، ثبوت النون. المهم هسه ما عليكم يا سؤال، الياء شو راح تكون شباب؟ راح تكون مفعول به. الياء ايش بيها؟ مفعول به. يعني الياء المفعول به موجود ويا الفعل. ها، المفعول به ايش بيه؟ موجود ويا الفعل. يعني قاعد اتكلم عن هاي الفعل انا؟ لا، ما اتكلم عن هاي الفعل. يعني تأمرون ايش بيه؟ باي باي، راح اعيد هاي السالفة. تأمروني، تأمرون فعل، تأمرون. زين، وني هاي طبعا شوفوا اكو شده هنا شباب، اكو شده. ليش هاي الشده شباب؟ شده ليش؟ لان اصلا فعل يا هو تأمرون. ني نون الوقايه، خلنا نكتبها هنا، انا ما اعرف اكتبها. شوف، تأمرون وبعدين سوى وياها ني. ها، هاي النون مال الوقايه، وهاي النون ما اصل الفعل تأمرون، ثبوت النون، فعل مضارع مرفوع عامل رفعي ثبوت النون. زين، النون وين النون؟ راح يصير ادغام، ادغام متماثلين، هاي مرتبه الخامس. زين، راح يصير ادغام متماثلين، سووه شده، ما عليك مسف هاي السالفه. وين اروح؟ اروح على الياء. الياء هي المفعول به، ما دام الياء مفعول به، يعني اكو مفعول به مقدم، هي وهذا المفعول به، خلاص بعد هاي راحت. ها، واضحه؟ ان شاء الله واضحه. زين، وين اروح؟ اروح على اعبد. يلا، اعبدها، اعبده. شوف، اذا مفعول به يعني فعل متعدي، ما دام مفعول به او فعل متعدي، خلينا باوع على لفظ الجلاله. يلا، مو هو برا غير صاير. زين، نجي اعبد الله، ماذا تعبد؟ اعبد الله. ها، لفظ الجلاله راح يكون منصوب على التعظيم، يعني مفعول به راح يكون هو المفعول به. بس شكو قبله؟ اكو قبله غير، راح تكون غير هي المقدم، ومقدم جوازه. ليش انا قلت لكم نشوفون هاي الامور مباشره؟ راح تظل عندكم هي، يعني شلون تقول ظل ببالكم؟ لا،
لان هي راح التفسير راح يظل ببالكم دائما بدون ما يعني تنسون السالفه، لان هي غير دائما غير غير غير. طبعا هذه الجمل او الايه القرانيه يتكررون بالامتحان الوزاري. انا ليش احل لكم الامثله الوزاريه كلها حول حاله الجواز؟ لان حاله الجواز اذا ارادوا يجيبونها فهي نسبه 99% يجيبون لكم بس ذني الايات القرانيه وذني الابيات الشعريه، لان هي ذني يتكررون بالامتحان الوزاري. زين، النقطة السادسة نفس النقطة الخامسة، أنتم عليكم هاي، أفغير الله تتقون، جربوا على تتقون شوفوا نفس السالفة. زين، النقطة السابعة، هسه طالب بدون ما أشرح لك إياها، شو راح أقول لك أنا؟ طبعاً راح أشرح لك إياها مرتين. شو راح أقول لك؟ راح أقول لك احفظ لي هاي كلاً 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 كلاً. من يشوف لكلاً خلاص هو المقدم كلاً، نوعه تقديم مفعول به على فعله وجوباً. هسه طالب يجي يحفظها حفظ، يكتب يم النقطة هاي يكتبها بالدفتر مالته يكتب عليها حفظ. خلاص من يشوف كلا خلاص هو المقدم، انا حتى انا سحافظ احفظ. زين طيب لا يقول اشرح لي اياها تفهم شنو السالفه، خليني اشرح لك اياها. كلا هدينا، هدينا هدا فعل، ونا فاعل، هدينا نحن هدينا يعني فاعل. زين ماذا هدينا؟ هدينا كلا. شوف كلا هاي شلون نقول يعني مو نقول ضمير، هي نقول تنوب التوب عن الناس، نيابه عن الناس، يعني هدينا الناس. هاي كلها شباب هي مو طالب راح يسألني شي لي يقول لي انا شو هاي كل انت مطينا ملاحظة كل وين ما اشوفها براها مضاف اليه صح. بس انا شقل لكم شباب اقول لكم نشوفون كلا تبولي نشوفون كلا او كل يعني شكو برا الكل اكو او عفو الكل منصوبة بما منصوبة تنوين فتح تنوين ضم تنوين كسر اذا منونة ماكو براها مضاف اليه اكتبها ملاحظة عندك كل اذا منونه ماكو براها مضاف اليه اذا لا مرفوعه مثلا كله كل الناس الناس مضاف اليه كل البشر البشر مضاف اليه واضح اذا مرفوعه رفع عادي ماكو اشكال بس اذا مرفوعه بتنوين لا ماكو براها مضاف اليه هسه خاف طالب يسالني بيه زين هدينا هدينا الناس هاي كل النيابه عن الناس هسه كلا فضلنا فضلنا الناس زين كلا نمد هؤلاء نمد الناس زين كلا نقص عليك من انباء نقص القصص او نقص يعني اي شيء اي شيء اي شيء اي نيابه يعني اي شيء نيابه يجي على بالك تقدر او يعني حسب تفسيرك مو يجي على بالك تفسر بوحدك لا اي تفسير التفسير المطابق المهم راح تكون كلا يا شباب كلا شبيهه راح تكون هي المقدم هسه طالب بدون هذا الشرح كلها بدون هذا الشرح راح يكتب لي حفظ شي يقول يقول كلا هي المقدم المقدم كلا نوع تقديم مفعول به على فعله جوازا الحكم او يعني الحكم جوازا الغرض التوكيد السبب لانه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم النقطه الثامنه يا شباب وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون انتبهوا شباب هسه نسوي احنا الطريقه مالتنا اول شيء يكون نلقف الافعال هسه نجي وين فعل ظلمناهم فعل زين لكن ما عليه بيه كانوا هم على بيها طالب يسألني يقول لي كانوا هم فعل فعل ناقص صح بس قاعد تقول فعل ناقص انت قاعد تقول فعل ناقص ما دام ناقص هو بالنسبه ناقص بعد خي ولدي ها واضح اذا ناقص خي الله ياك زين انفسهم اسم يظلمون فعل هسه خلينا نطبق ظلمناهم شباب انتبهوا لي ظلمناهم هسه ظلمه فعل زين والنا فاعل ظلمنا ها النا فاعل زين والهم الها ايش راح يكون؟ راح يكون هو ضمير صح؟ يعني شنو هو المفعول به؟ الهاء الهاء والكاف والياء اذا اتصلت بالفعل ايش راح تكون؟ راح تكون هي المفعول به. يعني بالتاكيد ماكو قبلها مفعول به. هسه بالعقل هاي واحد بس فسر تفسير شيء يعرفه. يقول هو هذا الفعل وهذا الفاعل وهذا الضمير هو المفعول به. يعني بالتاكيد ماكو مفعول به قبله، صح؟ زين. ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون هسه نجي يا شباب لكن ما علي بيها كانوا ما علي بيها انفسهم يظلمون يظلمون يظلمونها يظلمونه فعل متعدي حلو اباو عين اباو علي قبله وين قبله اباو علي قبله اسم شباب انتبهوا لي هو مو تباوع على كانوا او تباوع على لكن انت وين تباوع تباوع على اسم اسم لانه المفعول به شنو المفعول به مفعول به اسم فانت وين تباوع لي؟ على انفسهم، هاي واضحة، وين تباوع على انفسهم؟ شوف هاي انفسهم تكون جواب، ماذا يظلمون؟ جواب يظلمون انفسهم، حلو، ما دام انفسهم جواب السؤالي، اذا انفسهم شو راح تكون؟ راح تكون هي المفعول به. طالب ذكي وشاطر شو راح يقول لي؟ يقول لي هي سالفة سهلة، هاي انفسهم بس اوخرها هناك، احطها هناك، يظلمون انفسهم. شوف
بس انفسهم شالها وخلاها هنانه وبرا الفعل وقرار الجمله. يظلمون انفسهم، جمله واضحه خلاص، هو مفعول به، مقدم مفعول به على فعله شنو؟ جواز، هو اصل فعل. يظلمون انفسهم، انفسهم يظلمون. زين، قل الذكرين حرم ام الانثيين. هسه نجي وين الفعل؟ ها هذا الفعل، بس هذا الفعل ايش بيه؟ فعل امر. الفعل انا ما اشتغل وياه، انا الشغل وين يكون؟ شغلي بالفعل الماضي والفعل المضارع. زين، الذكرين، الذكرين حرم ام الانثيين. حرم فعل، اذا مو بس هذا الفعل بقى عندي، الفعل حرمه. هسه نجي حرمها، حلو، حرمها فعل متعدي. زين، نجي وين باوع؟ باوع الذكرين، الذكرين اسم طبعا. ها سؤال، سؤال، ليش هاي اكو هنا شباب مد؟ هذا ليش هنا مد؟ ها شرحت لكم يا بالاستفهام، تعرفون ليش شباب؟ لان هاي اكو هنا همزه، هاي استفهام تصوري، استفهام تصوري. شلون استفهام تصوري؟ اكو هنا همزه، يعني قل الذكرين حرم ام الانثيين، شوف همزه وياها ام، حطيتكم اياها وتكم اياها ملاحظه بالاستفهام، يمكن اول محاضره او ثاني محاضره ما اتذكر بالضبط، قلت لكم هاي ملاحظه. نشوفون هيك الهمزه بيها مد، معناتها اكو الف ولام. انتم عندكم قاعده، ولا راح نطلع عن موضوعنا. عندنا همزه زائدا الف ولام، شو راح يتحول شباب؟ هاي الهمزه وي الالف راح تصير لي هيك مد. ها واضحه؟ ان شاء الله واضحه، حسب ما علي بها. المهم الذكرين، شوف الذكرين جواب السؤال او مجواب، ماذا حرمه؟ جواب حرم الذكرين، خلاص الذكرين هو تقدير مفعول به على فعله المتعدي جوازا التوكيد، لانه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقدير. زين، قل فالحق، هسه طالب مباشره، قل ما علي به. قل فالحق شباب، الحق وش بيها؟ اسم مرفوع، خلاص بعد راحت عن. ليش انا قلت لكم بالايات القرانيه راح تفيدكم اكثر؟ الايات القرانيه الحق، الحق مرفوعه، ها الحق وش بيها؟ مرفوعه، خلاص راحت. زين، هاي بعد راحت الايه. زين، بعد والحق اقول، والحق اقول، شوف الحق هنا مرفوعه، هنا ايش بيها؟ منصوبه. والحق اقول، هسه نجي على اقول، متعدي، اقولها، اقوله متعدي، حلو. نجي وين نروح؟ على الحق، ليش ما راح نعلي قبلها؟ لان اكو واو، هاي واو بعد راح تفصلني. زين، ايش راح نقول؟ ماذا اقول؟ جواب اقول الحق، اذا الحق ايش راح تكون؟ هو المفعول به. انت بوزاره ايش راح تكتب؟ تكتب الحق بدون ما تكتب له فتحه او ضمه او كسره، ما عليك بها، تكتب له فتحه هاي بعد زياده خير. زين، المقدم يا هو الحق، نوع تقديم مفعول به على فعله جوازا، حكمه جوازا التوكيد لانه لا يوجد في الكلام ما يجب تقديم. 11، لا يستطيعون، هسه نجينا يستطيعون، لهم نصرا، نصرا فعل او اسم؟ اسم، نصر، نصر فعل، اسم، نصر فعل، انتبهوا لي، لا يستطيعون لهم نصرا، ما علي بها، لهم ما علي بها، ولا انفسهم ولا ينصرون، خلاص، عندي فعلين، ينصرون ويستطيعون، يلا نجي واحد واحد واحد، يستطيعون فعل، فعل متعدي يستطيعونها، ها طبعا يستطيع اذا جانب بحدي يصير فعل لازم، يستطيع مره يجيني فعل لازم مره، يعني اكو وايد عليه اختلافات. المهم هسه طالب راح يقول لي انا راح اسال هذا سالفه المتعدي واللازم راح ادوق بها بفعل يستطيع، شلون راح ادبرها؟ انا شلون راح ادبرها؟ باوي على اللي قبلها، شو اللي قبلها؟ اكو لا، تصير تجيني لا مفعول به، هسه مبينه هاي، لا تجيني مفعول به، لا ما يصير، خلاص بعدها راحت كلها. ها سهلة؟ يستطيع، أنا احتارت بيها لأن هي أكو اختلاف بين العلماء. المهم احتارت بيها، بوعت اللي قبلها، شفت هي؟ شفت أكو لا، اللا يستطيع مفعول به، ما يصير، خلاص بعد يستطيع راح. زين، لهم نصر ما يبيع وين يروح؟ عليه ينصرون، ينصرونها فعل متعدي، حلو، وين أباوع؟ أباوع اللي اسم اللي قبله، وين الاسم؟ الاسم عندي هذا اسم وعندي هذا اسم، وين باوع؟ اباوع على هذا الاسم، ليش؟ لان اكو واو. الواو ايش فيه الواو؟ يعني بدايه جمله جديده، ها؟ اذا خلاص هاي عين باوع على انفسهم، ايش يقول؟ اقول ماذا ينصرون؟ جواب ينصرون انفسهم، خلاص انفسهم ايش راح تكون؟ راح تكون هو المفعول به. شوف طالب ذاك ايش يسوي؟ بس انفسهم يشيل هناك، ينصرون انفسهم، خلاص هي انفسهم تقديم مفعول به على فعله المتعدي جوازا. كملوا وياي الابيات الشعريه بالسبوره الثانيه. الله شباب السبوره الثانيه، طبعا اخذنا الوقت يعني بالسبوره الاولى حتى اشرح لكم الطريقه مالتها، انا شويه لح بالسالفه.
بس صبرتوا يا شباب، اخذت 8 امثله، بقيه الامثله ان شاء الله ما راح اذكرها، راح اذكرها باول تعليق، لان هي بقت عندنا تقريبا فد 20 مثال، فد 20 مثال، انا شرحت 8، ان شاء الله بقت فد 10 امثله اشرح لكم وين؟ باول تعليق، خلي تعليق مثبت، كل واحد هو المقدم مالته، زين. فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسته، هسه انه ما علي بيه، راح اشرح شويه سريع، فاني بحمد الله هاي ما علي بيه. واضح؟ بحمد الله شبه جملة. زين، لا ثوبة لا ما علي بيها. زين، وين الفعل؟ فعل لبسته، لبستها فعل متعدي، عفية. وين أروح؟ ثوبة فاجر، ثوبة فاجر خلني أخليه هناك. شو يصير؟ لبست ثوبة فاجر. طريقة ثانية، ماذا لبست؟ لبست ثوبة فاجر. خلاص، ثوبة فاجر متشفص. ثوبة فاجر شو راح تكون؟ راح تكون تقديم مفعول به على فعله المتقدم. شنو حكمه؟ جوازا. الغرض التوكيد. السبب شنو؟ لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم. زين، ثاني، إليك شماتة الأعداء أشكو. إليك شبه جملة، شماتة الأعداء اسم، أشكو العفو فعل، نعم اعتمد عليه. زين، أشكو فعل متعدي ولا لازم؟ متعدي. أشكوها فعل متعدي، عفية. وأنا باوع الاسم اللي قبله، أشكو شماتة الأعداء. ماذا أشكو؟ أشكو شماتة الأعداء. طبعا هاي الطريقة شو قلت تسويها؟ أسويها من بعد ما أسوي الحالات الأربعة. أنا متفقين عليكم على هاي السالفة. هسا نجي، ماذا أشكو؟ أشكو شماتة الأعداء. شماتة الأعداء شو راح تكون؟ تقديم مفعول به على فعل المتعدي. زين، جوازا، كهولا وشبابا فقدت. فقدت فعل، فقدتها فعل متعدي، عفية. هسا نجي، ما دام فعل متعدي وين باوع؟ باوع الاسم اللي قبله. انتبهوا الشباب، وين الاسم اللي قبله؟ طالب راح يقول لي كهولا، وطالب راح يقول لي شبابا. اللي يقول لي شبابا شو راح يقول لي؟ يقول لي اكل واو، صح؟ واللي يقول لي كهولا يقول لي، لاني اصل الجمله شنو؟ اصل الجمله فقدت كهولا. شباب، بالامتحان الوزاري احتمال كبير، احتمال طبعا هو بالجواب النموذجي مطلعين شنو؟ مطلعين كهولا، طلع لكم كهولا هو المفعول به، باعتبار فقدت كهولا وشبابا. شبابا، شباب هاي واو ما فصلت بين جملتين، فصلت بين كلمتين. ها، واضح؟ بالوزاري اتوقع اهل الوزاره حيتقبلون الطالب انه شبابا، لان اصل الجمله هم تكون فقدت شبابا، ولو هي شبابا راح تكون معطوف عليه او المعطوف، فاهل الوزاره حيتقبلون منكم انه تقول له فقدت شبابا، فقدت كهولا. اذا هي بطريقتين صحيحه، اذا هي بجواب النموذجي كهولا. ها، واضح؟ اذا كهولا فقدت. اذا بس هي هاي عندكم المثال شويه، خاف طالب يدوخ به، بس هاي السالفه مع سالفه الواو. زين، فالله نسأل أن يبقيك. هسه نجي، أن يبقيك مصدر مؤول ما عليه بي. زين، نسأل فعل متعدي، نسألها. زين، أباوع وين؟ أباوع على لفظ الجلالة الله عز وجل، الفاء ما عليه بي، خاف واحد يدوخ بالفاء ما عليه بي. زين، ماذا نسأل؟ جواب، نسأل الله. إذا الله عز وجل المفعول به منصوب على التعظيم. إذا شو راح يكون؟ راح يكون مفعول به مقدم جوازا. ليه جوازا؟ لما في حالات أربعة، حالات أربعة ما طبقت. شو راح أقول له؟ لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب التقديم. النقطة الخامسة، فراقك كنت أخشى. كنت فعل بس ناقص، ما دام ناقص هذا بعد ناقص، ومن اسمه ناقص. زين، أخشى هذا هو فعل متعدي، أخشاها فعل متعدي. وين أروح؟ على الاسم اللي قبله، مو على الفعل، على الاسم اللي قبله. زين، أخشى فراقك. ماذا أخشى؟ جواب، أخشى فراقك. شو يعني؟ سالفة سهلة ترى. ماذا أخشى؟ أخشى فراقك. بالآيات القرآنية مبينة هذا فراقك اسم منصوب. بالأبيات الشعرية لا، بالأبيات الشعرية حتى يتلفظها فراقك، فراقك كنت أخشى، ما يتلفظها حتى يقول بدون تلفظ. ماذا أخشى؟ أخشى فراقك. خلاص، فراقك مفعول به مقدم جوازا. زين، ستة، أزادا سوى يحيى تود. سوى ما علي به، يحيى مضاف السوى، صح؟ متفقين عليه، سوى براه شكو مضاف اليه، سوى يحيى ما عليه به. زين، وصاحبا، شباب هاي واو وصاحبا ما عليه به. شوف هاي طريقه التقليم، قلم بالجمله حتى اسوي جمله مرتبه. شو اسوي؟ سوى يحيى راحت، ايش افكر؟ تود ما اسى فعل. زين، وصاحبا، واو وصاحبا بعد راحت. زين، الهمزه راحت، شو بقت لي؟ بقت لي بس زادا وتودوا. شوف هسه بدون ما افكر، بدون ما ماذا تودوا؟ جواب، ماذا تودوا؟ اودوا زادا. خلاص، هو تودوا زادا مفعول به مقدم جوازا، اذا زادا هو المقدم. زين، فلا كعبا بلغته، فاء ما علي بها، الله ما علي بها. زين، ولا كلابة بعد، هاي ماكو فعل وياها، بس كلابة اسم، شو راح تكون؟ خلاص راحت. شلون راحت هاي؟ مثل هاي، شلون مثل هاي؟
واو وياها اسم راحت، واو لا وياها اسم ايش بيها هم راحت، لان ماكو وياها فعل حتى يخاف بيها يعني التقديم. والتقديم وين يكون؟ يكون اذا اكو فعل، هنا ماكو فعل راحت بعد. زين ايش بقت لي؟ كعبا بلغته. ها شوف طريقة التقديم راح أتوصل النتيجة إنه بلغت كعبا. ماذا بلغت؟ بلغت كعبا. زين كعبا راح تكون هي المقدم جوازا. زين فمثل علاك لم أرى. تبهوا شباب، لم أرى شباب شنو هذا أرى؟ شلون إعرابه؟ أرى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم شنو؟ حذف حرف العلة. شلون أعرف أن حذف حرف العلة؟ خاف طالب ضعيف، قلت لكم هو الفعل المضارع المجزوم شنو علامة جزمه؟ السكون. شوفوا الراء ايش بيها؟ الراء راء عليها فتحه. ارى شوف عليها شنو؟ شوف ارى شنو فوقها؟ فتحه. اذا فوقها فتحه فاكيد اكو الف هنا بس انحذفت. ها ايش بيها؟ اكو الف. اذا اكو كسره يعني اكو ياء انحذفت. اذا اكو ضمه يعني اكو واو انحذفت. ما دام اكو شيء محذوف يعني يا هو المحذوف هو محذوف حرف الحرف العله. اذا ايش راح يكون؟ راح يكون حذف حرف العله. هسه اخاف سالفه النفي. زين لم ارى طبعا ها اللم ما علي بها. نجي وين الفعل؟ الفعل ارى وبعد مثل علاك مضاف مضاف اليه. شوف مثل نكره، علاك معرفه، علاك معرفه، اي معرفه، علا نكره والكاف معرفه معرف بالاضافه. اذا النكره بمعرفه ايش راح يكون لي؟ راح تكون لي اسم واحد. ها مثل علاك ايش راح تكون لي؟ اسم واحد. ليش؟ الفاء ما علي بها طبعا، يعني بس مثل علاك. ليش؟ لان هذا نكره وهذا معرفه راح تكون لي كلمه واحده عافيه. هسه وين الفعل؟ ارى. ماذا ارى؟ جواب مثل علاك. ها جمله واضحه. نعم اذا هذا ايش راح يكون؟ مثل علاك مقدم جوازا. بقيه الامثله ان شاء الله راح اذكرها في اول تعليق، هي كل وحده بس المقدم، بقيه البقيه عليكم يعني مال الغرض والسبب وهاي الامور عليكم، بس اقول لك وين المقدم؟ وين المقدم بهاي الجمله؟ ليش اجمع لكم ذي الامثله؟ لان هي اذا جاوبوا امتحان وزاري فهي 99% راح يجيبوا لكم من ذي الصبورتين يا شباب، اذا ما جابوا لكم من ذي الصبورتين لا سامح الله فهو ما راح يجيب لك؟ راح يجيب لك نفس السالفه مالتنا، يعني نفس الافكار مالتنا، راح يجيب لك فعل متعدي، انت شو تسوي؟ بس قلم لي، بس مثل هسه قلم، بس قلم. اول شيء قلم، راح تبقى لك كلمات، تبقى لك كلمات، يعني شلون مثلا كلمات متقاطعه، تبقى لك كلمات، هذا فعل وهذا اسم خلينا نسويها، هذا اسم منصوب مثلا، شو اسوي؟ هذا ماذا ماذا زائد الفعل، اشوف هذا الاسم جوابي هذا الفعل ولا لا، خلاص. اكو واو وبراها كلمه اقلمها، هذني مفاتيح الحل لكم، واضح شباب؟ ان شاء الله واضحه. بالمحاضره الخامسه ان شاء الله راح ابدا بتقديم الخبر عن المبتدا، والسلام عليكم ورحمه الله.